ايه ده؟ حسام بيك جيوشي بنفسه جاي لمكتبي المتواضع. هو انت بتسمي ده مكتب؟ حبيبي انت قاعد في الشارع. ما هي اشكالكم دي هي اللي بوظت الشغلانه، وللاسف بوظت منظرنا احنا كمان. الله يكرم اصلك. واصلك يا حبيب قلبي. معلش بقى، ازاي مكتب معاليك؟ مكتب معالية؟ هو انت هتخرج نفسك بيا ولا ايه؟ اتجننت؟ ما هو لما يبقى واحد زيك بيتقال عليه زميلي يبقى قلة أدب. صح، وسفالة كمان. مظبوط مظبوط، وتهزيق، فاهم؟ تهزيق. قول لي بقى، صحيح انت بتاخد كام في الاستشارة؟ 50 متكرمشة في الايد؟ اصل انت عارف عندي مثلا الاستشارة القانونية بالساعة، والساعة بتكلف الافات، وانت طبعا تلاقيك بتصرف على مكتبك ده بزباينك المهكعين، والا على الاقل على الاقل كنت غيرت البدلة دي. بقولك ايه، ما تدخل في الموضوع على طول. اكيد انت مش جاي للمكتب هنا مخصوص عشان تتريق عليا. هتريق عليك يا ابني؟ انت مين اصلا عشان اتريق عليك؟ انا بس جاي اسالك هتعمل ايه في قضية موكلك اللي ان شاء الله ان شاء الله هياخد اعدام. ايه ده؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش. انت هتخبي عليا؟ انا هخرجه منها ان شاء الله. يا راجل الاحلام حلوه مش عيب. يا ابني يا ابني يا حبيبي، ده هربان يعني من اول جلسه هياخد اقصى حكم اللي هو الاعدام برضه ان شاء الله. ما تشغلش بالك يا حسام بيه، انا عايزك بس الفتره الجايه كده تركز مع قضيه موكلك ننوس عين امه. عندك حق، هو ننوس عين امه فعلا. طيب لو كنت محامي شاطر وقلبك عليه، يا ريت تنصحه انه يسلم نفسه، ده لمصلحته والله، عشان يعني تقدر تجيب له حكم مخفف بدل الاعدام. لو بقى لو صح، ويا ريت كمان تنصحه وتنبهه انه لو قرب 5 متر بس من ننوس عين امه تاني هيزعل، والمرة اللي جاية التمن هيبقى حياته. ده تهديد بقى. ده مش تهديد، ده وعيد. أو تقدر تعتبرها نصيحة، خليه يبعد عن رامي أحسن. بقول لك يا حسام بيه، أنت عارف إن محارب لا يمكن يفكر يعمل كده، وهو مش عايز ياخد حقه غير بالقانون، وهياخده ان شاء الله ما تقلقش. وبيننا الايام هياخده. وبيننا الايام كمان حبيب قلبي، احنا مفيش ما بيننا حاجه، دي مش ايام، دي اوهام. بقولك ايه، ما تيجي تشتغل معايا في مكتبي. بس مكتبي ده مكتب محاماه بجد، مش جحر الفيران اللي احنا فيه هنا. وبعدين في سكرتيره بقى وحاجات جميله مش موجوده هنا خالص. ولعلمك مرتبك في الشهر هيبقى 5 6 7 اضعاف اللي بيدخل لك في السنه، ده اذا كان بيدخل لك حاجه اصلا غير الدبان والناموس. شرفتنا يا حسام بيه. وشرف عظيم. وشكرا على العرض. بس انا بقى من الناس الفقر اللي بيتقال عليهم غاويين شقه. ماشي يا عم الشقيان، نتقابل بقى. لا نتقابل ايه، انت ما تستاهلش تقابلني مرتين. انا هبعت اصغر محامي عندي زيك كده، هو اللي يقف قدامك ويجيب الاعدام برضه. سلام يا بتاع الشقه. ابقى نظف المكتب مش كده؟ طيب.
ها؟